الاثنين، 13 مايو لعام 2019، برج الحمل. مهنياً، كثرة العمل والمسؤوليات تسبب لك الإرهاق والسعادة بآن واحد. أنت شخص موهوب ومجد، وسيكون يومك جيد. عاطفياً، انظر بعيون مفتوحة لترى أين الخطأ وأين الصواب في علاقتك العاطفية، وإلا ستدخل في مرحلة صعبة. برج الثور. من مواليد هذا البرج في مثل هذا اليوم الفنانة سميحة توفيق، والفنانة روان الفؤاد، والفنان فادي خفاجة، والفنان عصام كاريكا، والفنان شوقي طنطاوي، والفنان مصطفى حشيش، والفنان علاء سلام. مهنياً، قد تخطط اليوم لمغامرة غير معروفة النتائج، وتحلم بإنجاز شيء غير واقعي وتعيش على أمل ذلك. عاطفياً، تبدأ اليوم الغيوم التي تغطي حياتك العاطفية بالانقشاع، وتتسلل أشعة الحب إلى قلبك وتكون في قمة السعادة. برج الجوزاء. مهنياً، تحقق نجاحاً مميزاً في مجال العمل وتصل إلى الموقع الجديد. استمر في جهدك وتعاون مع الآخرين واقبل دعمهم ومساندتهم. عاطفياً، تشعر بعدم الاستقرار العاطفي وتتمنى لو تنسى كل شيء، وفجأة يحدث أمر ما فيغير كل شيء. برج السرطان. مهنياً، الوعود التي يقدمها بعض الأصدقاء والأقرباء بالمساعدة وهمية. اعتمد على نفسك في تحسين واقعك المهني. عاطفياً، أنت تسبح في عالم الأحلام وتحاول أن يكون الحب خبزك اليومي، ربما جاء الوقت الذي يحقق ذلك. برج الأسد. مهنياً، تقدم في المجال المهني والعملي وتحسن في الوضع المادي وسفر يحقق لك مكاسب مادية ومعنوية. عاطفياً، احذر اليوم من تصرفات طائشة تولد فوضى في حياتك العاطفية وتجلب لك التناقضات مع الحبيب أو الشريك وتسبب لكما الألم والعذاب النفسي. برج العذراء. مهنياً، يبتسم الحظ وتتاح لك فرصة مالية تستفيد منها في التخطيط لتنفيذ مشروع كنت تحلم به. عاطفياً، قد تتورط اليوم في علاقة عاطفية شائكة ولكنها بريئة، وتحاول أن تنتهي منها ولكنك لا تستطيع لأنها ترضي غرورك. برج الميزان. مهنياً، قد تكون أمام فرصة مهنية جيدة تضفي سحراً وهدوءاً على حياتك، وربما تسوي قضية عانيت منها في الفترة السابقة. عاطفياً، عواطفك متقلبة وكلما اعتقدت أنك عاشق تكتشف أنك واهم. صداقة جديدة تنعش قلبك هذا اليوم. برج العقرب. مهنياً، أنت اليوم أمام امتحان كبير لقوة إرادتك وصبرك وحكمتك، كن على مستوى المسؤولية. عاطفياً، يتقرب الحبيب أو الشريك منك اليوم أكثر ويحاورك بطريقة إيجابية ويتجاوز كل الخلافات السطحية التي تعكر صفاء علاقتكما. برج القوس. مهنياً، الوقت مناسب للقيام بمشروع جديد والالتزام بمخطط مدروس وخوض تجربة مختلفة، لأن سبل النجاح مفتوحة على مصراعيها أمامك. عاطفياً، حب قوي يدخل قلبك ويغير كل شيء في حياتك ويجعلك في قمة السعادة مع الطرف الآخر. برج الجدي. مهنياً، تتعامل اليوم مع معلومات مربكة وقضايا مهنية هامة، اعمل خلف الستار وابتعد عن الأضواء. عاطفياً، عواطفك اليوم متناقضة ومرتبكة ولديك كثير من الأحلام والأماني ولكنك لا تعرف كيف توجهها، خذ بنصيحة الأهل. برج الدلو. مهنياً، تخطط لمشروع جديد وتهيئ له سبل النجاح وتخاف من البدء بالتنفيذ، الآن هو الوقت المناسب لذلك. عاطفياً، تعمل اليوم المستحيل لإرضاء الحبيب أو الشريك ولكنه مصر على موقفه بالابتعاد عنك، إنه يحتاج بعض الوقت لينسى الجرح الذي سببته له. برج الحوت. مهنياً، تخطط لمشاريع طويلة الأمد وتنسى الواقع، ركز على المشاريع قصيرة الأمد لأن ذلك أفضل لك.
عاطفياً، تعيش الحب الهادئ والعقلاني، مما يجعلك في قمة السعادة.